الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى حضرات جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب، ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة صاحب المولد سمت الدرر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم إلى حضرة النبي الخضر عليه السلام، ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد كبير الرفاعي، ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد بدوي، ثم إلى جسد وروح خصوصا الحبيب شيخان بن مصطفى البحر ووصوله وفروعه ومشايخه وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.